الاخوان السلام عليكم. اليوم الاخوان اللي ان شاء الله نديرو شي صيدة عن طائر الحسون. المهم جست هاد المنطقة هادي هي تبارك الله، شو الجبل شو. المهم هاد البلاصة هادي الاخوان فيها شي حاجة ديال الطيور، ان شاء الله ما تكون عارف راجع نفرجوكم معانا اخوان. او حط طويره تاع مويو من خمسه ديال البياسات الاخوان هنايا كيف ما كتشاهدوا، اطلقهم كامل شي بحالهم. الطائر الاسباني شوف نتوما الاخوان، شوف الراس ديالها كي داير. هما الاخوان هما خمسة ديال البيسس معايا. يلا الحرية، يلا اطلاق اوربيرز. هادي الاخوان لقيتها حتى هي من الزيت، ما عرفت منين ولا ما طارت. ماشي هاي هي الخمسة، هاي طارت. المهم مازال بياسات الاخوان غنطلقهم كاملين، خليكم معايا. مباشرة هما خمسة ديال البياسات غنقوم بالتحرير ديالهم. المهم بزاف الاخوان كيقول لك علاش ما كطلقش هاد الذكر، هاو الاخوان هذا ذكر، هذا هو شه، هذا هو، هذا هو ذكر. المهم غنتولو كنطلقش الذكر، ها الذكر الاخوان ها هو. شو الذكر؟ ها واش هذا ذكر ولا ماشي ذكر؟ ها ها هو الاخوان. يلا سوا نطلقو شي بحالو، ها هو ها سير الحرية. مقدرش يطير مزيان ها الاخوان. واش هذا ذكر ولا ماشي ذكر؟ هذا هي البياسة هادي ساهي غنطلقوها. يلا سير البياسة الخامسة هي. المهم راه طارو كاملين الاخوان. هادي ما قدتش الطيرة، نزيد نقيها شوية. هما 10 ديال البيض صافي الاخوان طلقت. احنا ما كنطمعوش الاخوان في نتوان نبيعوها. ديالكم هادي سوق قرعه، الناس ديال سوق قرعه، حنا كنطلقوهم في الشمال. شي نتوا كتطلق اخاي 10 بيسات وها 11 هي هاي تادي نتوما نطلقها. يلا الحريه سير. هادي بياسة 11 هي، يلا الحرية سير. هانت راه كامل كيف هذا.
ما إلى خردالة.